انتوا ما عارفين انه طلابكم او اولادكم ما قاعدين يمشوا الكليه، فانت نهايه الشهر بترسل له المصروف بتاعه، وبدايه السنه بترسل له الرسوم الدراسيه زي الفيديو ده، ما بينتشر طبعا لانه في فيديو فيه فايده، الناس داير الفيديوهات المضحكه والفيديوهات التافهه. الفيديو بتاع عيد الطلاب ما بحبوا الفيديوهات بتاعتي الزيدي، يعني ما كل الفيديوهات الزيدي، لانه انا بوعي اولياء الامور والمسؤولين واللي عندهم اولادهم بيدرسوا في الهند والدول الثانيه نفس الشيء يا جماعه الموضوع ده. السلام عليكم ورحمه الله، معكم دكتور كوين من كوين انترناشونال جروب. زي ما متعودين يا اخواننا ندعو لاهلنا في السودان، وما ننسى كمان اخواننا في غزه، ربنا ان شاء الله ينصرهم على الظالمين. نشوف الفيديو. طيب يا جماعه، نصايح خاصه لاولياء الامور وللطلاب. اولياء الامور اهم حاجه يا اولياء الامور، اتمنى تهتموا بالكلام ده. انا تقريبا في كميه من الفيديوهات اتكلمت عن الحاجه دي، لكن الفيديو ده مخصص نصايح لاولياء الامور والطلاب، لكن اولياء الامور خاصه. عندك طالب، ولدك، اخوك، انت مسؤول منه، انت مسؤول من اي طالب او طالب ورسلته يدرس في الهند، اتمنى تعمل الحاجات دي. رقم واحد، لازم تتصل عليه كثير، طوالي كل يوم اتصل عليه، لو خاصة انت والدة ولا انت والد ولا انت اخو، خاصة الحاجة دي ممكن يعملوها الوالدة والاخوات اكثر، لانه بكونوا فاضيين اكثر من اخواننا ومن ابهاتنا، لانه انت بتطلع الشغل، لو انت والد الطالب بتطلع بتمشي الشغل وبتجي نازل، الاخوان برضو بكونوا مشغولين، لكن الامهات والاخوات غالبا يكون عندهم وقت ويتصلوا على اولادهم. اتصل على ولدك كل يوم وتأكد انه قاعد يمشي الكلية، اتأكد انه قاعد يمشي الكلية، لانه اغلب الطلبه السودانيين والعرب عامه ما بيمشوا الكليه، وانتوا قايلين انهم قاعدين يمشوا الكليه، الطلبه نايمين في البيوت، انتوا ما عارفين انه طلابكم او اولادكم ما قاعدين يمشوا الكليه، فانت نهايه الشهر بترسل له المصروف بتاعه، وبدايه السنه بترسل له الرسوم الدراسيه تبعه، واولادكم الاغلب فيهم نايمين في بيوتهم ما قاعدين يمشوا. فعشان انت تكون منتبه للحاجه دي، اتصل على ولدك كثير. رقم واحد. رقم اثنين، اتصلوا على اولادكم فيديو كول، يعني عندك ولد بيدرس في الهند اتصل عليه فيديو كول، شوف السكن بتاعه كيف، اعرف الزول الساكن معاه منه، نظيف الزول الساكن معاه، زول نظيف ولا ما نظيف، يعني مثلا ده ولدي بتصل عليه، يا ولد كيف اخبارك امورك طيبه، بتصل عليه فيديو كول عادي، مع كاميرا، بتفتح الكاميرا وتشوفه. خليه يوريك الشكل بتاع البيت بتاعه، سكنه كيف، ساكن كيف، نظيف ولا ما نظيف، الناس الساكنين معاه منه، اتصل عليه كثير. يعني الامهات ممكن يتصلوا كل يوم ويتكلموا مع اولادهم ساعه وساعتين، وفي حاجه كمان اتصلوا عليهم في اوقات معينه، يعني مثلا اتصل عليه الساعه مثلا بتوقيت الهند، هنا لازم تعرف توقيت الهند طبعا، اضبط في الساعه بتاعتك توقيت الهند، عادي جدا خد توقيت الهند وبتعرف لما تيجي تتصل عليه، الساعه عندنا في الهند الساعه 6 صباحا، اتصل عليه مثلا المساء، شوف السكن بتاعه، اتصل عليه بالنهار، غالبا المفروض يكون في الكلية. إذا بقى ما قاعد يرد عليك كثير في النهار وبيرجع عليك مثلا المساء، ما هو واحد في الاثنين، يا إما قافل تليفونه ونايم في البيت، يا إما قافل تليفونه وعنده محاضرات، ولو عنده محاضرات ما بكون قافل التليفون، بخليه سايلنت، بخليه صامت، وبيرجع عليكم. ممكن تتصلوا عليه مرة قول له ورينا شكل الكلية، عشان تتأكدوا وتتابعوا ولدكم قاعد يمشي الكلية. الغرض من موضوع الاتصال شنو؟ انه تتاكد انه ولدك قاعد يمشي الكليه وبيحضر محاضراته. دي رقم واحد. رقم اثنين، لما ترسلوا لاولادكم المصروف الشهري، اتاكدوا انه قاعدين يصرفوه في الحاجات الثانيه، شوفوا يا شباب بكون معاكم صريحين. خاصه اولياء الامور. اغلب الطلاب العرب والسودانيين لما اجوا من الدول العربيه بيجوا ملتزمين. بنحرفوا هنا في الهند، الانحراف ده الحياد عن الطريق المستقيم بيكون في الهند هنا. وده بواحد من الاسباب الاثنين، يعني سبب من الطالب وسبب من اولياء الامور. انتوا كاولياء الامور ما قاعدين تهتموا باولادكم، معلش انا قاعد اسجل طلاب وبعرف الطلاب. اولياء الامور ما قاعد يهتموا بالطلاب، ما قاعدين تتصلوا عليهم كثير فيديو كول، ما قاعدين تتابعوا معاهم، فلازم تتابعوا مع اولادكم ومع اخوانكم. اتصلوا عليهم كثير، اعرفوا انه المصروف اللي بيجيه ده بيصرفوا في شنو. وكمان اهم نقطه، المصروف الرسوم الدراسيه لما ترسلها لولدك خليه يرسل لك الايصال المالي. قول مثلا رسلت له الرسوم الليله، عندنا هنا يوم السبت والاحد غالبا اجازه، اغلب الكليات، في كليات بتشتغل يوم السبت،
لكن يوم الاحد ده معروف اجازه. رسلت لولدك الرسوم الدراسيه الليله، بعد 3-4 ايام مفروض يرسل لك الايصال المالي بالمبلغ اللي انت رسلته له. فما يغشوكم الاولاد، ما يغشوكم اولادكم، ما يغشوكم يا جماعه. رسلت الرسوم الدراسيه، اساله من الايصال المالي، اتاكد انه الرسوم الدراسيه اتدفعت للجامعه. لانه قاعد تحصل كثير، بتلقى واحد عنده ولد وبيدرس في الهند او في الدول الثانيه، نفس الشيء نفس الحاصل يعني، بتلقاه عنده ولد وبيدرس في الهند، بعد ما يتم له 3 سنين بيلقى ولده لسه في السنه الاولى ما تخرج. ليه؟ لانه ما كان قاعد يتلس، وانت المسكين قاعد ترسل له الرسوم الدراسيه وبترسل له الرسوم الاكل والشراب اللي هي المصروف الشهري بتاعه، لانه انت ما متابع لولدك، ما قاعد تتابع. اتاكدوا من الحاجات دي، وبرضه كمان رسلوا لاولادكم واسالهم، قول لهم يا اخي احنا عايزين المسؤول من الدفعه، يعني اي دفعه عندنا هنا نظام، زي عندنا زمان في الاساس، مش عندنا ام الفصل وعندنا ابو الفصل، عندك هنا حاجه اسمها الكلاس ادفايزر اللي هو ده المسؤول من الكلاس او المسؤول من القاعه للدفعه. قول لهم عايزين رقمه، وعندهم اكيد واتساب، شيل الرقم. اكيد انت واحد في الاسره، اي واحد من اي اسره سودانيه او اسره عربيه بيعرف يتكلم لغه عربيه، سوري، بيعرفوا بيتكلموا لغه انجليزيه. رسلوا للمسؤول من الدفعه، اساله من ولدك، قول له يا اخي انا عندي ولدي ولا اخوي بيدرس معك، اها كيف قاعد يحضر ما قاعد يحضر، قول له رسل لي الاتندنس شيت اللي هو الحضور والغياب عشان تعرف ولدك قاعد يحضر ولا لا. لو ما بتعرف انجليزي خش جوجل واكتب الكلام باللغه العربيه وترجمه بالانجليزي واعمل لها نسخ، وشنو؟ اعمل لها كوبي، وقوم شنو؟ امشي رسله له، وهو برد لك بالانجليزي واعمل لها كوبي وانسخها، وقوم رسله وين؟ قوم رسله له، وقوم رجعها لجوجل، وبتقدر تترجمها للغه العربيه. فالمهم انه انت تتابع، او في زول اكيد بيعرف لغه انجليزيه في البيت خليه يتابع لكم. كده بتكون تابعتوا مع اولادكم كانه هم قاعدين معاكم. ليه؟ لانه والله يا جماعه اغلب السودانيين ما قاعدين تتابعوا مع اولادكم. انا زمان كنت بتابع مع الاولاد البيوني، مع الطلبه بتاعيني، انا مسميهم طلبه كوين، لانه قاعدين يجوني عن طريق حاجه اسمها كوين انترناشونال جروب، زي ما ظهر لكم فوق هنا دي اسمها شنو؟ كوين انترناشونال جروب. فتابعوا مع اولادكم، لازم تعرف ولدك، لازم تشوف الاتندنس بتاع ولدك في كل شهر، ولدك قاعد يتندس، قاعد يمشي يحضر الكليه ولا لا. بيكون عندهم امتحانات دوريه، كل شهر بيكون غالبا في امتحانات، ومرات كله 15 يوم. فلما انت تكون متابع مع ابو الفصل او ام الفصل او ام الدفعه او ابو الدفعه، المهم سميها زي ما تسميها، الكلاس ادفايزر، بتعرف انه في امتحانات، فبرسل لك انه ولدك قاعد يجيب النتيجه كم. فكده اولادكم بيكونوا في الطريق ان شاء الله المستقيم، وما يحيدوا عن الطريق. المعلومه دي مهمه جدا جدا، انا الفيديوهات بتاعتي ما قاعد تنتشر كثير، لانه اغلب الناس عايزين الفيديوهات، معلش يعني، الترند بيكون وين؟ في الفيديوهات التافهه، مع احترامي للناس يعني. الفيديوهات التافهه هي اللي بتنتشر، اما الفيديوهات اللي فيها فايده زي الفيديو ده ما بينتشر طبعا، لانه في فيديو فيه فايده، الناس داير الفيديوهات المضحكه والفيديوهات التافهه والفيديوهات اللي بتكون في الدرك الاسفل تحت دي في القاع، عايزين الفيديوهات زي دي. ما في داعي اذكر اسامي الفيديوهات التافهه او اسامي الناس اللي بيقولوا حاجات تافهه وكلام فارغ. فلو بتشاهد في الفيديو ده عليك الله اعمل له شير، عسى ولعل واحد يستفيد. الفيديو بتاع عيد الطلاب ما بحبوا الفيديوهات بتاعتي الزي دي، يعني ما كل الفيديوهات الزي دي، لانه انا بوعي اولياء الامور والمسؤولين واللي عندهم اولادهم بيدرسوا في الهند والدول الثانيه نفس الشيء يا جماعه، الموضوع ده نفس الشيء. فكلموا يعني شنو؟ تابعوا مع اولادكم، تمام؟ زمان كنت بتابع مع اي طالب جاي عن طريق توين انترناشونال جروب، حاليا انا ما بقدر اتابع والله، لانه انا حاليا عندي دراستي وشغال في نفس الوقت وجوطي كثير، ما بقدر اتابع لكم مع اولادكم. يرسلوا لي مثلا بيكون عندي 10، انا مسجل 10 طلاب، يعني ال 10 طلاب ديل انا اتابع مع الكلاس ادفايزرز تبعهم، يرسلوا لي الامتحانات بتاعتهم نجحوا ولا ما نجحوا، يرسلوا لي الاتندنس شيت شهريا، يرسلوا لي الميد تيرم اكزامز، يرسلوا لي الاختبارات الشهريه تبعهم، يرسلوها لي وانا اشيلها ارسلها لاولياء الامور، واولياء الامور يتصلوا علي انا الولد حاصل لي وكذا، تابع معاه جوطه كثيره. انتوا اولياء الامور وديل اولادكم بهموكم طبعا، انا بهموني اي، لكن ما اكذب عليكم، ما في زول في الدنيا دي بهمه مصلحه طالب اكثر من ولي امره، معروفه دي. انت ده ولدك اكيد مصلحته بتهمك، وانت اكثر واحد مصلحته بتهمك، ما في زول بتهمه مصلحته اكثر منك، مفروض يكون كده، ما دي الفطره السويه كده يا جماعه. انا بتهمني مصلحه الطلاب الجايبون والطلاب عامه
وبالسبب ده عملت الفيديو ده، عشان كده انا عملت لكم الفيديو ده. لو ما بتهمني مصلحتهم ما كنت عملت جبت الكاميرا و و وكلام الكثير ده يعني، تمام؟ بتهمني مصلحتهم، لكن والله كمان انا عندي مشغولياتي، فانا مشغول بدراستي، انا عندي بي اتش دي ومفروض ادخل عليه زواج وكلام كثير. ادعوا لي معاكم كمان لموضوع الزواج ده كمان ان شاء الله. فشنو؟ تابعوا مع اولادكم، تابعوا مع اولادكم، تابعوا مع اولادكم. كده انت بالفيديو ده عرفت كيف انك تتابع مع ولدك. اعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو ده، خاصه اولياء الامور. الطلاب غالبا ما حيعملوا لايك، حيعملوا لي كده طبعا، حيعملوا لي ديسلايك. فخاصه اولياء الامور اعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب. كنت معاكم انا دكتور كوين من كوين انترناشونال جروب.